مرحبا بكم في قناه تحفه يوبا مظاهرات مؤيده للجزائر في 15 دوله افريقيه لمجموعه الاكواس وضغط رهيب من شعوبهم يخدم الجزائر وهذا ما طلبوه في مظاهراتهم مع قرار عاجل وقوي من تبون يفاجئ ماكرون بداية دول إكواس في ورطة مع شعوبهم مع تأييد شعوبهم للجزائر على نطاق واسع ما وضع أيضا رئيس فرنسا ماكرون في وضع صعب جدا لأن الوضع تغير كثيرا عليه ويزداد الإنقلاب عليه من كل الدول خاصة وأن هذه المظاهرات التي خرج فيها عدد كبير على مسيرة احتجاجية ومتفرقة رفعوا فيها شعار العار لحكومات بلدانهم مشيرين إلى أن الموقف الجزائري هو الصواب بعدم التدخل العسكري في النيجر وليس كما تدعو حكومات الأكواس وجيوشها الذين حاولوا في أكثر من مرة الإتفاق على إجتياح النيجر بالقوة، لكن أفشلت كل مخططاتهم الجزائر بتحذيرتها وضغطها المستمر ليدخل عامل آخر وجديد لصالح الجزائر من شعوب الأكواس. لأن هذه الدول التي ينقاد قادتها كالقطيع وراء ماكرون وتعليماته للإضرار ببلد إفريقي شقيق لخدمة مصالح فرنسا ليس إلا الآن جميعهم في أزمات داخلية وترفض شعوبهم تورط ماكرون لبلدانهم في أزمة إن اشتعلت ستعصف بأمن المنطقة وإفريقيا كليا ويقول مراقبون أن الجزائر لحسن الحظ كانت في موقع قوة وفترة نفوذ وتحركها كان في الوقت المناسب ما أفشل كل محاولات مجموعة الإكواس وفرنسا الجميل في اعتراض شعوب المنضمة لمجموعة الإكواس أنهم أعلنوا في صالح العبارة تأييد الجزائر وأقالوا أنه من العار على قادة بلدانهم معادات ومخالفة نصائح وتعليمات دولة إفريقية رائدة ومعروفة بمواقفها النبيلة ومساعدتها للدول الإفريقية في أصحاب الظروف من أجل عيون فرنسا وخدمة مصالح ماكرون الذي يريد الاستمرار في حلب ونهب القارة الإفريقية ككل مرة الأكثر من هذا هو الوعي المتزايد لشعوب مجموعة الإكواس خاصة مع بدء مطالبتهم بقطع علاقتهم مع فرنسا كليا وكسر هيمنتها على بلدانهم لأنها تنهب كل خيراتهم مطالبين السير على منهج الجزائر وكل دولة إفريقية تكسر تبعيتها العمياء لفرنسا لأن أول خطوة لاسترجاع السيادة والاستفادة من ثروات بلدانهم هي طرد فرنسا كليا واقتلاعها من جذورها في ومن كل المؤسسات مع العلم أن الجهور الجبارة التي تقوم بها الجزائر في التصدي لمحاولة الأكواس وفرنسا من دخول النيجر جعلت معظم الشعوب الإفريقية تحب الجزائر أكثر، نظرا لهذا الموقف المشرف في الدفاع بسماته للحفاظ على أمن واستقرار وسيادة دولة أخرى، ومع الضغط المستمر من الجزائر وانقلاب شعوب الأكواس على قادة بلدانهم. ظهرت نتائج جديدة في تردد وكبير وانشقاقات بالجملة بين دول الإيكواس بين من يتردد ويؤجل ويتماطل في الانجرار للتدخل العسكري ومن يحاول الانسحاب نهائيا والمحاولة من البعض الآخر المتعنت لاتباع أوامر ماكرون وهذا تخبط بينهم كله لصالح الجزائر ويخدم خطتها لإفشال مخطط ماكرون وتجنيب القارة الإفريقية والمنطقة من أزمة وعواقب لا تحمد عقباها أهيك عن كون الجزائر واجهت صفعة وانتصارا على مدويا على فرنسا وشجعت العديد من الدول الافريقية لعصيان او العلاقات الجزائرية منتجة. الفرنسية الى النهاية الحاسمة والرئيس بون يرفض الزيارة ولن تصدق عما اكتشفوا مخابرات الجزائر من مخطط ماكرون وتسببه في العودة من المطار بداية الرئيس بون يرفض مجددا زيارة فرنسا ويتجاهل ماكرون مع ارسال تحذيرات لفرنسا بالرد الرادع الذي ينهك المخططات الاخير خاصة بعدما كشفته المخابرات الجزائرية مؤخرا الى درجة تأكيد صحف ومحللين ان قطع العلاقات بات حسيما وهي اصلا العلاقات التي هي متدهورة كليا وشبه مقطوعة من الجزائر بسبب تهديدات الجزائر لفرنسا ورفض الرئيس بون زيارة رغم برمجة زيارة في أكثر من مرة وزار عدة بلدان وراوغ الرئيس بون نظيره الفرنسي ماكرون وعاد من المطار مباشرة بعد جولات عدة تجاهل بعدها فرنسا كليا حيث كان ينتظره ماكرون لكن الرئيس بون عاد من المطار مباشرة رافضا ختم كل زيارته بفرنسا وهو الأمر الذي أغضب فرنسا وجعلها تزيد من مهاجمتها والتخطيط ضد الجزائر خاصة وأن الجزائر تسير لعزل فرنسا كليا ليس في الجزائر فقط بل حتى في إفريقيا كما أن الشعب الجزائري رحب بخيار قطع العلاقات مع فرنسا على إطر حديث صحف استياء فرنسي من الجزائر بعد تحذيرهم من التدخل في النيجر، وهذا ما منعته على الجيش الفرنسي والخرجة تفاجئ الجميع، فماذا فعل ماكرون وفشله في إلصاق ذلك بالجزائر مع روسيا؟ بداية الصحافة الفرنسية وسلطات هناك مستوون من الجزائر، خاصة بعد الخرجة التاريخية والمدوية من الجزائر، التي حذرت من أي تدخل عسكري في النيجر بعد الانقلاب الذي حدث. ويأتي تحذير الجزائر لفرنسا من محاولة العبث في النيجر مباشرة بعد إعلان مكرونيته في التدخل هناك، كما أن الخرجة التي تتصدر حديث الصحف العالمية من الجزائر هي بكون الجزائر كانت ولا زالت بل وشددت الآن على حظر المجال الجوي الجزائري على الطائرات العسكرية الفرنسية وفرنسا كانت مهمتها لتكون سهلة لو فتحت الجزائر مجالها الجوي، لكن الجزائر رافضة فتح مجالها الجوي أمام جيش فرنسا، ومعترضة وتحذر فرنسا من الدخول عسكريا في النيجر بأي طريقة أو جهة كانت، فالجزائر مهتمة بالنيجر وأولى بأمن وأمان دولة النيجر الشقيقة بحكم الحدود الطويلة التي تربط الجزائر بها. وتربط البلدان علاقات قويه ومتينه ومشاريع ضخمه ابرزها خط انبوب الغاز الجزائري النيجيري الذي يعبر من دوله النيجر وصولا للجزائر الملفت للامر هو انه بعد تحذير الجزائر لفرنسا لمنعها من ارتكاب اي حماقه بخصوص التدخل العسكري في النيجر وافلاس الاوضاع هناك هاجت الصحافه الفرنسيه ضد الجزائر وانتقدوا ماكرون كثيرا مطالبين اياه بالرد على الجزائر لردعها ومنعها من هذه التحذيرات